هاي يا بنات، اليوم راح نعلمكم كيف نجيب أكثر على التصنيفات بلعبة تحدي الموضة. والطريقة هي كالتالي: ندخل مع أي متسابقة في البداية، بعدين نختار القطع الأعلى نسبة. شايفين الخط اللي تحت باللون الأزرق؟ بيعلى وبيتقدم وبيرجع على حسب اللبسة. كم راح تعطينا تقييم؟ راح نختار لكم الأعلى تقييم وأرجع لكم. اخترت هذا لأنه الأعلى تقييم. بعدها لازم تختاروا أكثر من قطعة، ما تختاروا قطعة وقطعتين. كل ما كان عندكم قطع أكثر، كل ما نسبة الفوز عندكم راح تعلى. وهون بختار التنانير، بنطير أي شيء، المهم تصنيفه يكون أعلى شيء، أعلى شيء موجود عندكم اختاروا تصنيف. الحذاء نفس الشيء، بنختاره لأعلى تصنيفا. بالإكسسوارات كذلك نختار الإسوار الأعلى تصنيفا. نختار الخطة الذهبية لأنه بين عندي إنها أعلى تصنيفا. بعديها بختار النظارات المتقدمة تكون أعلى شيء، معاها تاج أو الربطة السوداء. بعدها بنختار الحلقات، الشنطة الأعلى تصنيفاً. طبعاً بجرب كذا واحدة حتى أتأكد أنه شنطة أعلى تصنيفاً، وبضل أعمل هاي الحركة لبين ما أخلص كل العدة اللي بتنلبس. طبعاً هذا ما في داعي أجرب أكثر من واحد لأنه هذا أعلى شيء. بعدها بختار الشعر، لا تختاروا الشعر يلي بينباع بجواهر، اختاروا اللي بفلوس لأنه راح تضطروا تغيروها أكثر من مرة بالقصص يلي خارجية. اخترنا هذا الشعر، كان أعلى تصنيفا، سعره بس 1500. اخترت اللون متغير على لون التنورة تقريبا، ودفعت وبلش العرض. شوفوا كم وكيف راح نفوز بأعلى المستويات. كذا فزت بأعلى المستويات، تعب قليل. طبعا أنا فزت الخمس جولات كاملة الحمد لله، وهاي كانت آخر جولة. وكم رح نصير؟ توب كم؟ أوكي، أفضل تصنيف واحد، يمكن اثنين أو واحد، يا اثنين يا واحد. رح نحصل طبعا على الهدايا الماسية. شوفوا توب 2، حصلنا على توب 2. هاي الطريقة مضمونة 100%، كل ما كترتوا قطع كل ما فوزكم نسبة فوزكم صارت أعلى. وهون كنت طالعة من هدايا المعجبين، خسرت، جمعت 50 مجوهرة ورجعت للعبة حتى أربح الفستان الجديد. هون شو رح نربح يا ترى؟ ربحت الفستان البنفسجي، رح اطلع لانه ما بدي اخسره، خسرت قبل فترة فستان فربحت.